ميرسي يا حبيبتي. ايه مالك متسربعه كده ليه؟ اصل عندي محاضره مهمه جدا. كويس قوي، وصلي تامر المدرسه في سكتك بقى. يا ماما كده مش هلحق الكليه. خلاص يا ماما خليها تلحق الكليه. ومش عارف انتوا بتتحايلوا عليها كده ليه؟ ما تجيبوا لي عربيه عشان ما تحيلوش عليها. عربيه ايه يا ولد انت وكلام فاضي؟ ايه اللي انت بتتكلم عليه ده؟ ركز في دراستك، انت عندك شهاده السنه دي. يا سلام، تم وبيبي مرش وليلى عندهم عربيه، اشمعنى يعني؟ خلاص يا حبيبي، اول ما تتم 21 سنه هنجيب لك عربيه. يا سلام، وليلى بقى تمت ال 21 سنه عشان تجيبوا لها عربيه؟ ما هي ما تمتهمش، اشمعنى هي يعني؟ اسمع يا ولد انت، انا مش عايز اسمع كلمه اشمعنى دي منك بعد كده ابدا، خليك في حالك. ايه يا بابا؟ انا مش عارف انتوا بتعاملوني كده ليه؟ يعني كاني مش من البيت ده، انتوا مستقصديني ليه؟ خلاص يا حبيبي، اول ما تتم 18 سنه هنجيب لك عربيه عشان بس تقدر تطلع رخصه. انا ماشيه، هتيجي معايا ولا لا؟ يلا قوم يا اختك. انا ماشيه. طيب يا اختي، ده معاك. باي باي. باي. لا ما فين بيبرس؟ لسه نايم. اه طبعا، يفضل سهران طول الليل مع اصحابه الصايعين دول، وبعد كده ينام لغايه العصر. معلش يا محرم، شاب بقى ومن حقه، بس بصراحه بقى هو ما سقطش ولا سنه في الجامعه. الله، يعني عايزه ايه بس يا ناهد؟ يخلص الجامعه يقعد جنبك في البيت؟ حرام عليكي بقى، خلاص بيبرس بقى كبير، لازم يبقى مسؤول، لازم يشيل المسؤوليه اللي فضلت شايلها عنه السنين اللي فاتت دي كلها. البركه فيك بقى يا حبيبي. اول ما يصحى من النوم تقولي له يجي لي على الشركه على طول، كفايه الدلع اللي هو فيه ده بقى. ها؟ الاخرانيه دي امانه معروف. يلا، ده انا بحب الشيء لطفي قوي، بدعي ربنا يجيبه السلامه، ده انا فرحت بيه قوي. يلا يلا يا استاذ شاوي، اتكل على الله. يلا يا اخويا، على السلامه.